عندي عن الصراخ والألم الحرب، يعني كانت حياة صعبة كتير، وأنا كمان شفت الحرب لما طلعت من سوريا، كان دنيا حرب وقتها ولهلأ كمان، وعن ألم الناس، يعني الواقع هذا واقع، يعني واقع بلدي هيك سلطان عظيم، سلطان تركي مسلم، ترك آثار عظيمة، تراث كعلم وكبناء وكدين، هندسة معمارية، إلى جانب اهتمامه بالعلماء. أولا أنا من طفولتي أعشق التاريخ، أحب التاريخ. ثانيا سليمان قانوني سلطان يعني أحبه، درست حياته، يعني درست تاريخ عمره، هو اللي فتح القسطنطينية، يعني أول فاتح للقسطنطينية كان شاب صغير، وله تأثير كبير على التراث الإسلامي. من محبتي له عملت هذا العمل، ولما دعيتوني على المعرض قلت لازم أقدم عمل تحية للوالي أو المحافظ اللي عندكم موجود هون، فهذا هدية مني للوالي، يعني ممكن إذا في مجال تكبيره بحجم أكبر أنا مستعد أكبره. هذا طبعاً يمثل الشعب السوري المقهور اللي بدأت تصرخ.